السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤدي صلاة العيد في عدن ويؤكد الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الأمن. اليمنيون يبتهجون بالعيد ويرسمون لوحة وطنية عنوانها المحبة والأخوة والصمود. التجمع اليمني للإصلاح يجدد دعمه لكل جهود توحيد الجبهة الوطنية وإنهاء الانقلاب. تفاصيل الأنباء يقرأها علي عزي، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ ساعات الصباح الأولى التدفق إلى مشعر رمي جمرة العقبة الكبرى قادمين من مزدلفة، حيث باتوا ليلتهم فيها بعد أداء الركن الأعظم في التاسع من ذي الحجة بالوقوف على صعيد جبل عرفات. ويبدأ وقت رمي الجمرات في يوم عيد الأضحى، ويعقب ذلك ذبح الهدي للحاج المقرن والمتمتع، ويستمر رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة. واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به والتدفق المتدرج والآمن على دفعات، وتوزعت على الأدوار بحسب التنظيم المعد والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج. في كل موسم حج تتجدد لحمة الأمة وتتعزز حقيقة المساواة الناسفة لفكرة الاتكال على النسب، وتستجد لكثير من الدروس وفقا لمقتضي العصر، ويتذكر الحجيج ومن ورائهم أمة الإسلام رسالة التوحيد التي جاءت لصون الكرامة الإنسانية وحفظ الحقوق والحريات. نتابع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو حج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن دروسه وآثاره تشمل كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حتى ولو لم يشهد الحج. الحج الذي يلغي الفوارق ليظهر الناس على حقيقتهم كما هم بشرا متساوين، وعلى قاعدة المساواة يقوم دين الإسلام الذي يمثل ركنه الخامس نسفا لكل أوهام التمييز والتفوق، حيث الحج تذكير بموقف ووقفة النبي العظيم، وهو يؤكد لابنته وعشيرته بأنه لن يغني عنهم من الله شيئا، وأن من لم ينجو منهم بعمله لن ينجيه نسبه. ليلغي النبي العظيم دعاوى كل أفاك أثيم يستعلي على الناس بزعم انتسابه للنبي الكريم، يعود الحج فيعيد الناس قراءة الخطاب الإسلامي الإنساني العظيم: إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، ليغدو السؤال: متى يدرك من أصبحت الدماء أرخص عندهم من الماء عظمة الدين فيكف عن سفك دم اليمنيين؟ يعود الحج بمشهده العظيم، مشهد الأمة الواحدة، ليصبح المشهد شهادة كبرى كل عام على خطورة مشاريع التمزيق والتفتيت التي تستهدف أمة الإسلام، وأخطر من ذلك استهداف كل قطر بمؤامرة تمزيق تلقي به في خانة التنازع والفشل، وتلك مؤامرات تبرز في أقبح صورها في واقع اليمن. يعود الحج واليمنيون في أسوأ أوضاعهم حربا ومعاناة ومؤامرات تحيط بهم من أكثر من جهة، وإذا كان في الحج تذكير للقادرين بالطواف على منازل الفقراء والأيتام، فإن فيه أيضا رسالة أمل بأن تكرار السعي سيفضي في النهاية إلى زمزم سلام. أدى الدكتور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي
صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد خطيب العيد الشيخ أنيس أحمد على مكانة عيد الأضحى المبارك وما يحمل من مبادئ جليلة في التسامح والفداء والتضحية والمساواة بين البشر، وشدد على ضرورة تجسيد الأمة الإسلامية لهذه المعاني السامية، وحث على وحدة الصف وجمع الكلمة وتجنب الفرقة وتطهير القلوب من الأحقاد والأضغان في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ اليمن. ودعا خطيب العيد ساسة البلاد وقادتها إلى رعاية شؤون العامة وتجسيد قيم التكافل والتسامح والتخفيف من معاناتهم. وعقب صلاة العيد استقبل الرئيس العليمي جموع المواطنين ورجال الدولة وأعضاء في الحكومة والقيادات العسكرية والأمنية المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي التزام المجلس بتنفيذ تعهداته على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية ومكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة في المحافظات الأخرى. وأكد الرئيس العليمي في خطاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك حرص المجلس على حماية التوافق الوطني العريض والعمل بروح الفريق الواحد والسير على قاعدة الشراكة لحسم كافة القضايا المنظورة أمامه، وحذر من إساءة استخدام السلطة أو التقصير في الواجبات المخولة لخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم. وأعرب الرئيس العليمي عن أمله في أن تفضي القمة العربية الأمريكية المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ القرارات الأممية وإحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية العادلة، وتقدير المواقف المشرفة التي صدرها تحالف دعم الشرعية في الدفاع عن الشرعية الدستورية واستقرار اليمن وتأمين خطوط الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله. إلى ذلك قال الرئيس العليمي إن الاستقرار الأمني يمثل أولوية قصوى، وقد حققنا تقدما مهما على صعيد تشكيل اللجان العسكرية والأمنية وإعداد التصورات المهنية المتعلقة بإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفقا للمعايير المعتمدة والعناية الخاصة بأجهزة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأشار الرئيس العليمي إلى أن المجلس حرص على انتظام دفع مرتبات جميع موظفي الخدمات العامة ورجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في مناطق الحكومة والنازحين إليها، وكذا البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج. وأكد الرئيس العليمي استمرار المجلس في مساعيه المخلصة لإيجاد المعالجات الكفيلة بدفع استحقاقات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وشدد على ضرورة أن تفي ميليشيا الحوثية بالتزاماتها المقطوعة للمبعوث الأممي وعلى رأسها الكف عن استخدام الاقتصاد ورقة حرب مدمرة ضد الشعب. وأكد الرئيس العليمي أن جهود المجلس والحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين ستؤتي ثمارها قريبا مع دخول حزمة مشروعات ممولة من المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ. ونبقى في ذات السياق، حيث أكد الرئيس العليمي تمسك مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام ودعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي وكافة المساعي الحميدة من أجل حل شامل للأزمة واستعادة مؤسسات الدولة وفقا للمرجعية الثلاث المتوافق عليها محليا وإقليميا ودوليا، وتحقيق السلام المنشود الذي يضمن لكل أبناء الشعب الحقوق والحريات والمساواة والتوزيع العادل للثروة والشراكة المتساوية في السلطة. وأكد الرئيس العليمي أنه ليس أمام ميليشيا الحوثي سوى الانصياع للإرادة الشعبية والدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، خصوصا فيما يتعلق بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى ودفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات ميناء الحديدة وفقا للتعهدات التي قطعتها للمبعوث الأممي. وأشاد الرئيس العليمي أشار إلى أن مجلس القيادة وهو يمضي في هذا الدرب الصعب من أجل السلام فإنه سيوفر عوامل القوة لحماية النهج الثابت في برنامجه وتعهداته، بما فيه تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن وأبطال المقاومة الشعبية واستعدادهم الكامل لردع أي تصعيد عدائي من قبل ميليشيا الحوثي والجماعات والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها. أدى نائب رئيس مجلس القيادة محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة مارب في حشد من أبناء المحافظة والنازحين إليها في صورة بهية من صور تماسك ووحدة المجتمع وقيادته.
في أجواء عيدية فرائحية احتشد الآلاف من أبناء محافظة مأرب والنازحين إليها لأداء صلاة العيد في أحد شوارع المدينة السبائية بحضور نائب رئيس مجلس القيادة محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة وعدد من أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة وقيادات عسكرية واجتماعية. نحن الآن نعيش في أجواء وسط محافظة مأرب، نصلي هذا اليوم البهيج يوم العيد الأضحى المبارك الذي من خلاله نرفع التهاني والتبريكات لرئيس مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الرئاسة ونوابه ورئاسة الحكومة وأعضائها. استمع الحاضرون لخطبة العيد التي حثت على وحدة الصف وأكدت على استمرار نضال اليمنيين ضد الكهنوت الحوثي، ودعت المجلس الرئاسي إلى حسم المعركة الوطنية ضد الميليشيات الكهنوتية، وتبادل الجميع التهاني التي عكست وحدة الصف وما يتمتع به المجتمع في مأرب من ألفة ومحبة. في هذا اليوم السعيد واليوم المبارك نهني القيادة السياسية كما نهني الأهل والأحباب وكافة الأصحاب، ونهني الجميع والشعب اليمني بهذا اليوم السعيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويوحد الصف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يمنا الحبيب زاهدا بالخير، وأن يصلح القلوب ويصلح الشأن ويصلح وضع اليمن بإذن الله. الأجواء الغائمة التي لطفت المناخ الحار جعلت العيد أكثر بهجة والصلاة أكثر سكينة، حيث الجو المعتدل والسكينة الحاضرة. اليوم هنا في محافظة مأرب أجواء ساحرة، أجواء ربانية يعني من فظيعة جدا. استطاع المواطن المأربي النازح المتواجد في مأرب أن يخرج اليوم في صباح العيد يقضي نزهته في هذا الجو الرائع. تهان وتبريكات وأمنيات بمستقبل خال من الميليشيات يحضر فيه اليمن الكبير، ويمتد الأمن الذي تنعم به مأرب إلى ربوع الوطن. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب. إلى ذلك، عبر عدد من أبناء محافظة مأرب والنازحين إليها عن تهانيهم للشعب اليمني ولأهاليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن ما تنعم به مأرب من أمن وتماسك اجتماعي يعد من أبرز مظاهر العيد. نهني المجلس الرئاسي بهذه المناسبة العظيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما هي موجهة لأبطال الجيش الوطني في جميع المواقع والثغور. نهنئهم بهذه المناسبة العظيمة ونقول لهم كل عام وأنتم بخير ومن نصر إلى نصر إن شاء الله، ونهني أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه بهذه المناسبة العظيمة. نحن في محافظة مأرب نعيش أجواء فرائحية ليست يعني مسبوقة، أجواء فرائحية كبيرة. نحمد الله على هذه الأجواء، ونحمد الله على الأمن والأمان الذي يسود هذه المحافظة الأبية، الذي ضحى آلاف الأبطال لكي نعيش بأمان ونعيش باستقرار. بالنسبة للعيد هنا في محافظة مأرب لها مذاق خاص، وخاصة مع هذا الزخم الكبير رأينا قبل قليل أثناء صلاة العيد، جموع المصلين ووجود قيادة الدولة والسلطة المحلية في هذه المحافظة التي يقطنها ملايين النازحين. أحب أن أهني في هذا المناسبة جميع الأهل والأصدقاء والزملاء بهذه المناسبة العظيمة. أجواء العيد في محافظة مأرب مهيئة للفرح بالعيد، لن نحصل على الأجواء هذه في أي محافظة أخرى. كون الأجواء في المحافظة هذه مهيئة، نهني الجيش الوطني المرابط على حدود المحافظة المكافح والمناضل، نهنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول الله يسدد خطاهم ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم وينصرهم على أعدائنا وأعدائهم. نهني أمي وأبي والجيش الوطني واليمن كافة، وشكرا. أهني الشعب اليمني، وأهني أمي وأبي، وأهني أصدقائي بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نهنئ كل أطياف الشعب اليمني وعلى رأسهم الأبطال الذي في الجبهات، الذي بسببهم يعني ودماءهم وجراحهم وأرواحهم فدونا لكي نعيش هنا في أمان. هذه محافظة مأرب نموذج لما نطمح إليه إن شاء الله في الأيام القادمة. والعيد في مأرب
ايضا نموذج لما نتمنى ان تكون عليه الاعياد في باقي محافظات الجمهوريه. الوضع امن ومستقر والدنيا طيبه وما بش اي مضايقه طائفيه ولا دحس مليشيات، دوله والمواطن عايش في امان الله. اهني وبارك للاهل والاصدقاء على راسهم ابي وامي واخواني الغوالي بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. اتمنى من الله ان يعيده علينا وعليهم ونحن في صحه وامن وامان. كان عيد رائع في محافظة مأرب. الأجواء العيد في مأرب أجواء جيدة ويعمها نوعا ما من السلام والأمن والبهجة والسرور في لجميع أبناء مأرب والمقيمين فيها، حيث يتميز هذا العيد عن الأعياد الماضية بدخول الهدنة وإحساس المواطنين بنوع من الأمن والأمان نتيجة للحرب التي فرضتها عليهم الميليشيا الحوثية لمدة 8 سنوات متابعة. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. نهني قناة سهيل على هذه التغطية الكاملة بمناسبة أجواء العيد، رغم أنه أفضل السنوات في هذا الجو الذي نعيشه في يومنا هذا في محافظة مأرب. قال رئيس الوزراء معين عبد الملك بأن الحكومة تعمل بجهد استثنائي من أجل تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن المواطنين وتحسين الخدمات الضرورية والأساسية والقيام بالواجبات التي يتوجب أن تطلع بها مؤسسات الدولة. وهنأ رئيس الوزراء مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وحيا رئيس الوزراء الأبطال المرابطين في ميادين الشرف والبطولة وهم يذودون عن حمى الوطن متأهبين ومتحفزين للانتصار للشعب والدفاع عن الثوابت الوطنية في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على رفض جهود السلام والاستمرار في ارتكاب الخروقات للهدنة الأممية والتنصل من كل الاتفاقات والالتزامات والاستخفاف بمعاناة الشعب تنفيذا لأجندات داخلية. هنأ التجمع اليمني للإصلاح القيادة السياسية والشعب اليمني العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، وحيا أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية المرابطين في السهول والجبال والصحاري الذين يحرسون ثوابت الوطن ومكاسب الشعب ويذودون عن الحرية والكرامة والقيم الإنسانية، وثمن بطولات الشهداء والجرحى والمختطفين والأسرى رموز الحرية والكرامة والإنسانية، وأكد على أولوية الاهتمام بهم وتقديم كافة أوجه الدعم والعون لهم. وجدد التجمع اليمني للإصلاح دعمه لكل جهود توحيد الجبهة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا. وقال الإصلاح إن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة لاستلهام معاني وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف وتعزيز الأواصر الوطنية لمواجهة المخاطر والتحديات وفي مقدمتها المشروع الإيراني وأداته الحوثية. إلى ذلك قال التجمع اليمني للإصلاح إن مأساة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثية بلغت أعلى درجاتها حتى أحالت أعيادهم إلى مآس ومضت رغم الهدنة الأممية في غيها وتعنتها وزيادة الجبايات ووصلت الحصار على الملايين في تعز واستمرت في تقطيع أوصال البلاد خدمة لأهدافها الخبيثة وأجندة مموليها العدائية. وأشار الإصلاح بنضال الشعب اليمني العظيم في وجه الإجرام والصلف الحوثي الغاشم، وأوضح أن ميليشيا الحوثي عرقلت كل جهود إحلال السلام وأفرغت الهدنة الأممية من مضمونها وأهدافها وتكشف للعالم أجمع قبحها، واتضح رفضها للسلام واستحالة تعايشها مع الشعب اليمني. وأكد الإصلاح أن هذه الحقائق تفرض على كل القوى الوطنية أن تقوي تلاحمها لتكون عدن هي منطلق استعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق السلام الشامل والعادل. وجدد الإصلاح الشكر والتقدير للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية الذين وقفوا مع الشعب اليمني وقدموا الدعم والمساندة، وقال إن مشاورات الرياض مثلت محطة جديدة في تعزيز وحدة اليمنيين من أجل استعادة دولتهم وتجاوز المعضلة الاقتصادية. هنأ التجمع اليمني للإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك،
وقال رئيس التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي: قال يطيب لنا أن نتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وهنأ اليدومي خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام، وثمن ما تبذله المملكة من جهود مخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسك الحج بمستوى عال من الرعاية والأمان. وأضاف اليدومي: إنها لمناسبة عظيمة نجدد فيها اعتزازنا بأواصر القربى والمودة والإخاء والجوار التي تجمع الشعبين اليمني والسعودي الشقيقين، ونقدر لكم عاليا مواقفكم الأخوية ودعمكم الكبير لبلادنا وشعبنا في مختلف الظروف، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب المملكة العربية السعودية وعلى أمتنا العربية والإسلامية بجزيل الخير والبركات. إلى ذلك هنأ التجمع اليمني للإصلاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال رئيس التجمع اليمني للإصلاح: إنه لمن دواعي سرورنا أن نتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام. وأوضح اليدومي أن هذا النجاح يمثل انعكاسا لجهود قيادة المملكة وحكومتها في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة في ظل الرعاية والأمان بفضل جهودكم المخلصة عاما بعد عام. وجدد الإصلاح اعتزازه بوشائج القربى والإخاء والجوار التي تجمع الشعبين اليمني والسعودي الشقيقين، مثمنين مواقفكم الأخوية المخلصة ودعمكم الكبير لليمن وشعبها في مختلف المجالات. أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مضي القوات المسلحة على العهد وبخطى واثقة نحو تحرير ما تبقى من تراب الوطن الطاهر واستعادة كافة مؤسسات الدولة والإسهام في بناء مداميك اليمن الاتحادي الجديد والخروج بالوطن إلى بر الأمان. وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في برقية تهنئة للقيادة السياسية والشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بأن القوات المسلحة هي اليد الضاربة لإحلال الأمن والاستقرار ومحاربة قوى الشر، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران التي دأبت على تقويض مؤسسات الدولة وارتكاب الجرائم الجسيمة المهددة لأمن البلاد ومصالحها والسلام الدولي ومصالح الدول الشقيقة. وجدد وزير الدفاع ورئيس الأركان الولاء والعهد لمجلس القيادة وثمن جهودهم الكبيرة في دعم البناء المؤسسي الشامل للقوات المسلحة وعنايتهم الفائقة بجوانب التدريب والتأهيل. وأشار وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى أن القوات المسلحة تتابع باهتمام بالغ وتقدير كبير مساعي مجلس القيادة الرئاسي وخطواته الهادفة إلى توحيد الجهود واستيعاب كافة القوى الوطنية تحت مظلة الدولة لمواجهة ميليشيا الحوثية المتمردة وقوى التآمر والإرهاب والرجعية والكهنوت. أكدت وزارة الداخلية استشعارها لجسامة الأمانة والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية في الانتصار للشعب اليمني وإرادته والدفاع عن أمن وطنه وسيادته في هذه المرحلة السياسية المعقدة والتحديات والأخطار الراهنة. جاء ذلك في برقية تهنئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحذر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان من خطر المشروع الانقلابي السلالي المدعوم من إيران وحربه العدوانية المستمرة على الشعب اليمني والدين والوطن وآثارها المدمرة لأصول الحياة الإنسانية ولحاضر ومستقبل الأمن والسلام المنشود في بلادنا. وجددت وزارة الداخلية العهد بأن تظل وفية مخلصة في أداء الواجب وتنفيذ الأمر، وأعربت عن استعدادها الدائم للبذل والتضحية والفداء. أكد الائتلاف الوطني الجنوبي على ضرورة أن تكون المرحلة الجديدة فرصة
لجمع كل أبناء اليمن حول المشروع الوطني الجامع، مشروع اليمن الاتحادي القائم على النظام والقانون والعدالة والمواطنة المتساوية. وشدد الائتلاف الوطني في برقية التهنئة للقيادة السياسية وللشعب بمناسبة العيد على أهمية أن تستشعر القوى الوطنية المسؤولية وأن تجعل المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة حتى يتحقق لليمن والشعب الهدف الأكبر والأسمى باستعادة الدولة. وجدد الائتلاف الوطني دعوته للإسراع في تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض والاهتمام بالجيش ودعمه بكل الإمكانات ورعاية منتسبيه الرعاية الكاملة ومنحهم حقوقهم ليستكمل معركة استعادة الدولة. توافد الآلاف من أبناء مدينة تعز لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة الحرية، وطالب المحتفلون بالعيد برفع الحصار الحوثي الظالم والجائر على مدينة تعز حتى تكتمل فرحة العيد، وكي يلتم شمل الأسر التي فرقتها الحرب وقسم أوصارها الحصار. بخطى واثقة من نصر الله يتجه أبناء تعز إلى مصليات العيد، ذاكرين الله وشاكرينه على كل نعمة أنعم بها عليهم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبصفوف منتظمة متجهة نحو الله خاضعين ملبين دعوته، لا يعترفون بكبير غيره ولا من يستحق الشكر والعبادة إلا هو، يقفون بكامل حريتهم لا عبودية لغيره، والفرحة بادية عليهم رغم الحصار والحرب الممتدة لسنوات سبع. ورغم ذلك صمود وإصرار على الانتصار، معتبرين الوقوف في وجه الأعداء قمة العبادة بل وأعلى مراتبها، لأن فيه حفاظا على النفس والمال والعرض والوطن. يا شعبنا اليمني العظيم، لن يصنع خلاصك سواك، ولن يهزم إفك سحرتهم إلا عصاك، فاعتصم بمولاك وخذ زمام المبادرة من أيدي العابثين، وأعلنها في مسامع الجميع. من قوض بنيان السلالة وهو فرد لن يهزم اليوم، وهو شعب وجيش وأمن. الرسالة الثانية لقيادتنا السياسية: أملنا وما زلنا نؤمل فيكم، ونعرف الصعوبات والعراقيل التي تحيط بكم، ولكننا نحب أن نذكركم أن خلفكم شعب ذو بأس شديد، فاستمدوا منه بعد الله عزم الأبطال وصلابة الرجال، ولا تعطوا الدنية في سيادة اليمن وجمهوريته وخيراته وثرواته. بوحدة اليمنيين سيكسر الحصار وسيصنع النصر ويعاد الاعتبار للجمهورية، فقدر هذه المدينة وأبنائها أن يقفوا مع الإنسان والإنسانية والحياة والحرية والكرامة، مدافعين عن المبادئ والقيم من ميليشيات إرهابية صادرت الفرحة وتركت الحزن في كل مدينة وقرية، راضية بقدرها الذي جعلها في مقدمة الصفوف الوطنية. لإخواننا في مدن الوطن التي تحتلها الميليشيات، لا تصدقوا أكاذيب شيعة الشوارع عبيد الملال، فالسيادة التي يعزفون ألحانها ليست سوى ملف نووي تديره إيران بفيلم منوي. السيادة التي يتشدقون بها ليست سوى ملف نووي تديره إيران بفيلم منوي. أحسن أعداء الإسلام إدخاله في تراثنا ليطعنوا به قيم أمتنا العليا من شورى ومساواة وعدل. صنعه الفرس منذ زمن طويل، ووقع في شباكه سذج المسلمين، ومزقت تلكم الشباك أنوار ثورة سبتمبر في عام 62. هكذا هي تعز تصنع الفرحة رغم الألم، وتقود الانتصار رغم الخذلان، وتؤمن بأن العيد محطة فرح للكبار والصغار، يجب أن تأخذ حقها
وسيكون عيد أبنائها الأكبر عند استعادة الدولة وتخليص اليمن من الانقلاب. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. أدى المئات من سكان مدينة الغيضة بمحافظة المهرة صلاة عيد الأضحى المبارك في ملعب مخبال، حيث حث خطيب المصلين على المزيد من التلاحم والتسامح ومحاربة الآفات الداخلة والداخلة على المجتمع. لا صوت يعلو هنا على التكبيرات التي يرددها هؤلاء المصلون الذين توافدوا من مختلف أنحاء مدينة الغيضة لإقامة صلاة العيد في ملعب مخبال، استجابة لدعوة مكتب الأوقاف والإرشاد الذي حرص على إقامة الصلاة وسط المدينة. في هذا اليوم المبارك نشارك أبناءنا وإخواننا وأهلنا في محافظتنا الحبيبة المهرة صلاة عيد الأضحى المبارك، ومن خلالكم وعبركم ننقل أسمى التهاني وتبريكات بعيد الأضحى المبارك للقيادة السياسية ممثلة بالمجلس القيادي الرئاسي ولأبناء شعبنا اليمني العظيم وعامة وأبناء محافظة المهرة خاصة. دعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات وحث المواطنين على المزيد من التلاحم والتسامح بين أبناء الوطن الواحد من أبرز النقاط التي تطرق إليها خطيب صلاة عيد الأضحى التي شهدت حضورا كبيرا من سكان الغيضة وقيادات من السلطة المحلية. اليوم الخطيب أشار إلى كثير من النقاط والعديد من النقاط التي يجب علينا أن نهتم بها في حياتنا، سواء الجانب الديني والإرشادي وأيضا ما يحاط بنا اليوم من مخاطر وتهديدات. فحقيقة جهود مبذولة من قبل السلطات المحلية في محافظة المهرة في مكافحة المخدرات، أيضا جهود مبذولة من قبل الأمن بشكل عام لحفظ الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، وهو ربما محور كثير من القضايا يقوم عليها الأمن. فإذا وجد الأمن وجد التعاون، وجد العمل المثمر، وجد الروح الأخوية. ولكن عندما يضيع الأمن أكيد هناك كثير من الأمور تحدث، وهذا ما يسعى إليه أعداء هذه الأمة وأعداء هذا البلد وأعداء هذا الوطن. ورغم ما تنفرد به محافظة المهرة من عادات وتقاليد عيدية، إلا أن تبادل التهاني والتحايا بعد صلاة العيد تظل النقطة الجامعة بين أبناء الشعب اليمني الذين يحرصون في هذه المناسبة على التراحم والتسامح. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. إلى ذلك أدت جموع المواطنين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مصلى العيد بمدينة سيئون. وقال خطيب مصلى العيد بسيئون: إن العيد من أعظم المنن التي امتن الله بها على عباده ولإظهار الفرح والسرور والأنس، مبينا أن العيد الحقيقي هو العودة إلى الله تعالى وإلى سنة نبيه الكريم. تكبير يرتفع صداه حمدا لله على الإتمام وحضور العيد. عيد أضحى أعيد على اليمنيين، والوطن يئن بكثير من المعاناة في كل مجالات الحياة، لكن هؤلاء عاشوا فرحة العيد ولحظتها بظروفهم الحالية دون الالتفات لتلك المنغصات. فهذه البلدة وهذه يمننا السعيد، نسأل الله له الأمن والأمان لما يمر به من فقر ومن غلاء في الأسعار. الآلاف من المواطنين صلوا صلاة العيد بمصليات العيد بمدينة سيئون، فعيد الأضحى يمثل مناسبة عظيمة تتجلى فيها معاني التقارب ووحدة الصف وجمع الكلمة وتناسي الخلاف لتعزيز الأواصر الوطنية لخلق أجواء تسودها الرحمة والمحبة. فالحمد لله المصلون كلهم مستبشرون بهذا اليوم ونحن مستبشرون به، وسمعنا خطبة العيد هذا اليوم، خطبة يعني رائعة، وخطبة يعني استوعبت كثير من مشاكلنا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفرج على المسلمين وأن يجعل لما نحن فيه فرجا ومخرجا إن شاء الله.
زيارة الأقارب والأهل طقوس عيدية يحرص عليها المسلمون بعد صلاة العيد، لكن البعض يعود عليهم العيد وهم بعيدون عن أهلهم وأقاربهم، لكن طبيعة اليمنيين يتعايشون مع من وفد إليهم سواء من داخل الوطن أو خارجه. العيد في صيون جميل جدا، وكان الجو مناسبة جدا، الجو مناسب، وأيضا مع هذه الأيام كان الفرحة عظيمة جدا مع زملاء والأصحاب والمشايخ والطلاب العلم، هكذا حياتنا في سيئونين. عاد عيد الأضحى هذا العام ودرجات الحرارة منخفضة، فقطرات المطر تتساقط على عدد من مدن وادي حضرموت نظرا للتغيرات المناخية، مما زاد العيد أكثر بهاء وفرحة. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون. تتنوع الطقوس العيدية في محافظة شبوة من منطقة إلى أخرى، لكن ما تجتمع عليه هي التزاور وتبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء والأقارب، وهي طقوس تعمل على تقوية أواصر الترابط والترحم بين أفراد المجتمع. المزيد في سياق التقرير التالي. للعيد في محافظة شبوة نكهته الخاصة، إذ يبدأ أول أيامه بصلاة العيد كسائر البلدان الإسلامية، ومن ثم الذهاب لشراء حلويات العيد وتوزيعها على الأهل والأقارب. أما أضحية العيد فيتم شراؤها بعناية قبل العيد بأيام، ويتم ذبحها، وغالبا ما يتم طباختها بطبخة المضبي، وهي الأكلة الأشهر المعمولة باللحم في محافظة شبوة. أيام العيد يذهب الناس أولا إلى الصلاة ويصلوا صلاة العيد، وبعد ذلك يذبحوا الأضاحي، ومن ثم توزيعها ثلث هدايا وثلث صدقة وثلث للبيت، وغالبا ما يطبخ مضبي، دليل للتكاتف والتراحم بين الناس، ويتصافحوا ويتسامحوا ويقوموا شعائر العيد. الزيارات وصلة الأرحام هي ما تتميز به المحافظة في العيد، حيث يدخل كل شخص في منطقته إلى منزل الآخر، ويتم تبادل السلام والتهنئة في أجواء تسودها المحبة والألفة. تقريبا أغلب المصلين يتبادلون المعاودة والتهاني بينهم البين، ثم ينتقل الناس لزيارة الأشخاص الذين لم تسعفهم صحتهم بالحضور إلى المصلى من المرضى وكبار السن، ليقدموا لهم التهاني والمعاودات بهذا اليوم السعيد، ثم تستمر سائر أيام العيد في تبادل التهاني بين الأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء والأصحاب، حتى ينتهي العيد على هذا الروتين السعيد والجميل. يكون العيد في محافظة شبوة بمثابة غسيل لخلافات الماضي، وبث روح الإخاء وتفقد الأصدقاء والأرحام، ونزع فتيل الخلافات، وزرع في النفوس روح المحبة والتكاتف بين أفراد المجتمع، والبدء في صفحة جديدة تملأها المحبة والسلام. حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوة. شهدت العاصمة المؤقتة عدن نشاطا لافتا في نظافة الشوارع وإعادة تأهيل الجولات من أجل توفير بيئة تساعد المواطنين في العيد على أخذ قسط من الراحة والاستجمام. دشنت محافظة عدن استعدادها لعيد الأضحى المبارك من خلال إعادة تأهيل الجولات وتنظيف المنتزهات والتأكد من جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد في بيئة نظيفة ومناظر جميلة تساعد على الراحة والاستجمام. وتأتي هذه الاستعدادات بالتوازي مع حملة النظافة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة محافظ المحافظة أحمد حامد لملس.
وامتدت عمل حملة النظافة المكثفة لتشمل كل مديريات محافظة عدن، وترافقت مع الأعمال والجهود الحثيثة لتنفيذ الخطة الطارئة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك بشكل يليق بمدينة عدن وتاريخها الزاهي من حيث نظافة الأحياء والطرقات وتجذيب أشجار الزينة والمساحات الخضراء في الجولات والشوارع الرئيسية. أمت الرحمن العفوري، لقناة سهيل الفضائية، عدن. نفذت حملة قاوم لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز اليوم عملية توزيع حلويات العيد على الأبطال في الجبهة الغربية، وأشادت الحملة بجهود أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وثباتهم في مواقع الشرف والبطولة لحماية تعز وأبنائها من عدوان ميليشيا الانقلاب. وأكد القائمون على الحملة أن الحاضنة الشعبية كانت وستظل مع أبطال الجيش الوطني تساندهم في ثباتهم ونضالهم وتقف معهم وتدعو لهم. نحن في حملة قاوم، نعتبر حلقة وصل أو همزة وصل ما بين الحاضنة الشعبية والجبهة الغربية. في هذه اليوم قمنا بزيارة إلى الجبهة الغربية وإلى الدفاع القوي والعديد من المواقع الشرف والبطولة، وواسيناهم بعيدية قاوم الذي تعتبر يعني شيء رمزي، وهي من أبناء الحاضنة الشعبية. نشكر الحاضنة الشعبية على ما قدمت لنا من دعم، ونشكر حملة قاوم التي تزورنا في كل عيد. نحن صامدون في متارسنا في كل عيد في ولا نيأس، ونهني الشعب اليمني بالحلول عيد الأضحى المبارك، ونهني قادتنا السياسية ممثلة برئيس المجلس الرئاسي رشيد العليمي، ونقول أننا صامدون مهما كان الأمر. نتقدم بالشكر الجزيل للحاضنة الشعبية ولحملة قاوم لما تقوم به من تكريس الجهود لزيارتنا في مواقع العز والكرامة والشرف، ونحن في هذا الخندق، خندق العز والكرامة والشرف، للدفاع عن مدينتنا وعن كرامتنا وعن وطننا الحبيب، ونقدم لكم كل الشكر والتقدير منا ومن قائد كتيبتنا ومن كل فرد صغير وكبير ومن كل من قدم تضحية في هذا الخندق. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤدي صلاة العيد في عدن ويؤكد الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وتعزيز الأمن. اليمنيون يبتهجون بالعيد ويرسمون لوحة وطنية عنوانها المحبة والأخوة والصمود. التجمع اليمني للإصلاح يجدد دعمه لكل جهود توحيد الجبهة الوطنية وإنهاء الانقلاب. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.